أول شيء نحن القضية الفلسطينية قضيتنا، مثل ما بشار الأسد قتلنا نحن منعد حالنا كأننا بغزة وعم نقتل، وهمهم همنا وجعهم وجعنا، والدم العبسيل سال عنا وعبسيل عندهم وعنا، كلياتنا أمي وحدة وكلياتنا نحن بظهرهم، ونتمنى أنه الحكام العرب كلياتها تحس بهالشعب، لأنه بده يجي نهار ويتحاسبوا علينا واحد واحد. هني ما جابوا قوات حزب الشيطان وجابوا هذا الفيلق اللي أساس شكلوه وحطوه بالجولان وهيك إلا مشان يحموا حدود إسرائيل، كرمال ما يفتحوا هلا الحدود، كرمال بس إنه يحموا حدود إسرائيل ما يخلوا حدا يعتب لهنيكي. هني بدهم يحرروا الأقصى، هاي الشعوب هون بينت المقاومة، هاي المقاومة تبعيتنا، هديكي كلياتها كذب بكذب، ما في شيء اسمه مقاومة، المقاومة الشعب اللي بفوت بحرر اللي بيشتغل، انتو جبتوا حطيتوا حزب الشيطان وحطيتوا الفيالق وسميتوها باسم القدس كله كرمال انكم تحموا اسرائيل. هاي الحرب تبع غزة كشفت العالم كله على حقيقتها، شعوب مضغوطة، شعوب مقهورة بدها تفوت، كلنا بدنا نحرر، كلنا بدنا نقرب، بس الشعوب اخي جابوا رؤساء على مستواهم كرمال يحمولهم شو؟ يحمولهم اسرائيل ويحموا الحدود تبعيتها. إنما يتعرض له شعب فلسطين اليوم على أيدي الصهاينة، تعرض له الشعب السوري من قبل المحتلين الروسي والإيراني وأداتهم الأسدي منذ اندلاع الثورة، حيث يتم تهجير سكان المنطقة وتدمير بلداتهم وقراهم من خلال القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمكثف، مما كشف أن التهجير لم يكن من مخرجات الحرب وإنما الدافع الرئيس له، الأمر الذي يصب في مصلحة المشروعين الصهيوني والصهيوني لاقتسام المنطقة فيما بينهم.